مقتل قائد التحالف الضابط السعودي أبو نواف في شبان حضرموت هل يكون أضحية جديدة لاستهداف حضرموت كما حدث في عدن عقب مقتل أبو اليمامة؟ هل بدأ مخطط الإمارات لتفجير الأوضاع في أهم قلاع الشرعية الجنوبية؟ أهلا بكم. قتل قائد التحالف الضابط السعودي بندر العتيبي وأربعة من مرافقيه فيما جرح قرابة 10 جنود حالة بعضهم حرجة في عملية تفجير في منطقة شبام حضرموت. تأتي هذه العملية ضمن مسلسل اختلالات أمنية وتفجيرات شهدتها مناطق وادي حضرموت بشكل مكثف خلال الفترة الماضية. اليوم الخميس انفجرت عبوة ناسفة أثناء عبور حافلة نقل جماعي على طريق العبر ما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين وجرح 20 آخرين. سياسيون وناشطون وجهوا أصابع الاتهام لدولة الإمارات ووكلائها في المجلس الانتقالي مستشهدين بتهديدات سابقة ضد قوات الجيش في حضرموت ساقتها قيادات كعيدروس الزبيدي وخالد بحاح متهمين إياهم بمحاولة زعزعة شبوة وحضرموت المناطق التي لا زالت مستعصية على الوصاية الإماراتية. أين الشرعية من كل هذا التصعيد العسكري والأمني؟ وهل تتجاهل الوضع لتخرج بقية البلاد من تحت سيطرتها؟ هجوم بعبوة ناسفة استهدف دورية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى في شبام حضرموت. التفجير أدى إلى مقتل قائد التحالف أبو نواف وأربعة جنود من مرافقيه، 2 منهما سعوديان وآخران يمنيان، بالإضافة إلى العديد من الجرحى في حالات متفاوتة. يأتي هذا الهجوم بعد يومين من مداهمة قوة عسكرية لوكر تتحصن فيه عناصر مطلوبة أمنيا يعتقد مراقبون ارتباطها بشبكات التهريب. مؤخرا شهدت عمليات الاغتيالات والتفجيرات تصاعدا ملحوظا في مناطق وادي حضرموت التي توجد فيها المنطقة العسكرية الأولى، المنطقة التي لطالما كانت محل تحريض من قبل المجلس الانتقالي وبعض الشخصيات الداعمة له وآخرهم نائب رئيس الجمهورية السابق خالد بحاح. الحادثة تأتي بالتزامن مع حادثة أخرى استهدفت حافلة نقل وأدت إلى استشهاد عدد من المدنيين في منطقة العبر بحضرموت، والمرجح أنها كانت تستهدف رتلا عسكريا تابعا للجيش الوطني، وهذا ما يجعل من العمليتين تتخذان موقعهما ضمن سياق أوسع تبدو فيه تهديدات المجلس الانتقالي بشن جولة جديدة من الحرب ضد القوات الحكومية في المنطقة الشرقية واردة. العمل على تحرير وادي حضرموت الذي يعاني الولايات المتحدة. تتكثف عمليات الاغتيالات والعبوات الناسفة في المناطق التي تحاول الإمارات السيطرة عليها. هذا واقع خبره اليمنيون منذ 4 سنوات من سيطرة الإمارات على المناطق المحررة جنوب البلاد، وهو ما أكده وكيل وزارة الشباب والقيادي الجنوبي شفيع العبد الذي كتب على حسابه في تويتر أن التفجيرات التي تستهدف الجيش في شبوة وحضرموت هي الوجه الآخر للطيران الذي قصف الجيش في أبين، في إشارة واضحة لدور الإمارات في تقويض الأمن في المناطق التي ليست تحت سيطرتها كليا. حتى الآن لم تصدر السلطة المحلية في محافظة حضرموت أي توضيحات حول حادثة مقتل قائد التحالف في المحافظة أو حوادث المداهمات والتفجيرات التي تمت خلال الأيام الماضية. بشكل أو بآخر فإن عمليات اليوم تشعل النار في حضرموت التي بقيت حتى اللحظة خارج سياقات الحرب، وتلقي بمزيد من التساؤلات عن الدور السعودي في اليمن وكيف ستتعامل الرياض مع المستجدات. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الإعلامي صلاح بابكي وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ صلاح. مساء النور، مرحبا. بداية يعني مقتل قائد قوات التحالف وهناك اعتداءات واختلالات أمنية كثيرة شهدتها حضرموت و يعني في أكثر من منطقة، برأيك ما دلالة تزامن هذه الحوادث الأمنية وفي هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك هدف مركزي عند المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات من أجل توتير المناطق الجنوبية كلها، يعني هو ابتدى بعدن ثم ذهب إلى شبوة وصد من هناك، ولاحقا بدأ يعني يروج خطابا يعني فيه نوع من الحديث عن تحرير المناطق الجنوبية ونحو ذلك، فهذا يعني يقرأ في هذا السياق هذا ابتداء.
ثانيا موضوع الضابط الذي ذكر في التقرير قبل قليل بندر عتيبي أبو نواف، حتى الآن السعوديين لم يعلنوا ذلك بشكل علني، ولكن أكثر من مصدر يمني محلي يعني تحدث أن هناك حادثة قتل تعرض لها ضابط سعودي مع مرافقيه، والحديث عن عبوة ناسفة استهدفت موكبهم. هذا الأمر طبعا ليس هو الأول في المناطق الجنوبية المحررة، خاصة في شبوة وحضرموت، يعني يأتي في سياق استهداف الجيش اليمني والعناصر الأمنية للسلطة الشرعية، والآن أتى هذا الاستهداف الذي يذكر أن ضابطا سعوديا سقط. من يقف وراء هذا؟ هذا هو السؤال الكبير، لأن الإجابة عنه يجعلنا نفهم ما الهدف من وراءه. هناك أكثر من فرضية طبعا، إذا أردت أن نفتحها، يعني الفرضية الأولى طبعا فرضية تنظيم الدولة أو تنظيم القاعدة. حضرموت عانت من تنظيم القاعدة، وكان هناك محاولة لإبراز نوع من السيطرة على المكلا وعلى غيرها من المناطق، وفجأة يعني في يوم وليلة تبخرت عناصر القاعدة وأعلنت الإمارات أنها يعني سيطرت على الوضع وحررت المكلا. لكن أين ذهبت هذه العناصر؟ هذا سؤال يعني جوهري. وزير النقل اليمني الجبواني قال إنه الإمارات متهمة بأنها تتواصل مع القاعدة وتستخدمهم في عمليات ضد الشرعية، فهل هنا استهداف الضابط السعودي كان أيضا في نفس هذا السياق، سياق العمليات التي يعني وجدت فيها أن السعودية تحمي الشرعية وتعطل مشاريع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، فجاء هنا هدف يعني إزاحة السعودية من حضرموت؟ هذا أمر يعني لابد أن يبحث. الأمر الثاني قضية أن الانتقالي هو من يقوم بمثل هذه العمليات، وكان يتعمد إصابة عناصر يمنية، فتورط الآن في عنصر سعودي. فهنا سؤال كبير، لأنه الانتقالي وعناصره في مواقع التواصل ونحوه يعني دائما ما يحرضون على الجيش اليمني هناك، وعيدروس الزبيدي يقول لابد أن نحرر حضرموت، وهناك يعني عمليات يعني أحمد عمر بن فريد أعاد تغريدة لشخص يعني يفرح باغتيال عنصر أمني تابع للشرعية، وهو يقول لقد قتلناه لأنه دخل فقط إلى مقر المجلس الانتقالي. فهناك عمليات يبدو أنهم يديرونها في المناطق الحضرمية. نعم، أيضا هناك يعني بعض كما قلت أستاذ صلاح يعني الإرهاصات التي ربما تشير إلى صلة الإمارات أو الانتقالي. هناك تغريدات لبعض يعني من كانوا منخرطين في السلك العسكري الإماراتي، يعني مثلا فهد الكتابي يكتب اليوم صباح الخميس عبر حسابه في تويتر: أي تحرك لقوات الإخوانجية الإرهابية باتجاه ساحة الحضرموت سيتم التعامل معها من قبل قوات الإماراتية بطريقة القلقل، يعني يعني سنقتلهم بهذه الطريقة. يعني هناك يعني تحريض واضح، هناك ربما إفصاح أيضا عن بوادر مثل هذه العمليات، إلى ماذا يشير ذلك؟ يعني أولا لابد أن نضع نقطة، فهد الكتبي هو يتحدث بمثل هذه الطريقة، يعني كيف يتحدث عن تحريض على القتل بهذه الطريقة في دولة قمعية أصلا لا يستطيع أحد أن يحك رأسه بدون إذن النظام؟ يعني لماذا الإمارات تهدد الجيش اليمني بهذه الطريقة والسعودية تسمع هذا الكلام والشرعية اعترضت بذلك أمام مجلس الأمن؟ هل هو يعني إمعان في الرغبة لتفجير الوضع في حضرموت؟ من المستفيد؟ من المستفيد أن تتحول حضرموت إلى منطقة فوضى يقتل فيها كل شخص غريمه دون أن يعرف لماذا قتله أصلا؟ هل حضرموت التي يحتاج أهلها إلى الكهرباء وإلى الماء وإلى حرية التنقل يحتاجون الآن إلى أن يتم يعني تكريس مفاهيم القتل بينهم بهذه الطريقة؟ هذه النقطة الأولى. بخصوص الإمارات، يعني هذه ورطتنا الذي تمنينا من عبد رب منصور هادي أن يطلع إلى الأمم المتحدة ليخاطب العالم حول ما تعمل. يعني إذا كانت السعودية حتى الآن تغض الطرف عما يحدث وتحاول تحل الأمور يعني خلف الأبواب الموصدة، فكان على هادي أن يحمل الملف إلى جهات أخرى يعني تفرض الأمن والسلام على اليمن، لأن اليمن يعني
تحت وصاية عالمية، يعني العالم كله افترض حلا على للمشهد اليمني، وهناك جهات تغدر بهذه الحلول، فعليهم أن يوقفوا الجهات الغادرة بهذه الطريقة. ولكن للأسف الشديد هادي حتى الآن لم يخاطب شعبه، ولم يعني لم يخاطبهم منذ التمرد في عدن، وحتى الآن يعني طلبنا أن يذهب إلى الجمعية العامة ويبدو أنه لن يذهب. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ محمد بن علي جابر المحلل السياسي من حضرموت عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. أهلا بك. بداية أستاذ محمد، دعني أسألك سؤالا عاما، ما الذي يحدث في حضرموت؟ ما يحدث في حضرموت فوضى، وهناك خلاف، يجب أن نتكلم بكل شفافية، هناك خلاف بين دول التحالف نفسها، بين الإمارات والسعودية. نعم. الإمارات مسيطرة على كل السواحل من حضرموت إلى عدن، والسعودية تريد موطئ قدم، والإمارات أيضا تريد موطئ قدم في الساحل في الوادي على الحدود اليمنية السعودية، فهذا كل من الدولتين يضغط على الآخر في مكان ما. لكن الضحية هو اليمني أستاذ محمد. طبعا اليمن واليمني، نحن ضحايا، نحن ضحايا للأسف الشديد، يعني نحن في بلدنا ضحايا. نعم، ولكن يعني ربما بحادثة اليوم أستاذ محمد يصيب السعودية بعض هذا الأذى لغضها الطرف كثيرا عما يحدث، هل تجد أن نعم طبيعي؟ أتفق معك في هذا، أتفق معك في هذا، إنه السعودية حتصاب بأذى، حتصاب بأذى. ما 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 ما, ما حصل في شبوة كان يريد الانتقال للوصول إلى الحدود السعودية، يريد الانتقال للوصول إلى الحدود السعودية، وبرضه الآن ما يحدث في الوادي هو محاولة أخرى من الانتقال، ومن يقف خلفه محاولة أخرى للوصول للوادي وإرباك الوادي والتفجيرات وما أدراك ما هذا. فالسعودية ما لم تتخذ موقف صريح وواضح تجاه اليمن وتبتعد عن المحاباة والمداراة، فإنها ستصاب بأذى كبير اليوم في جنودها، وبكرة بيصلها الأذى إلى حدودها اليمنية اللي مع وادي حضرموت. نعم، إذا برأيك لماذا يحرض أو يسعى الانتقال للتحريض على المنطقة العسكرية الأولى؟ يريدهم يحلوا محل المنطقة العسكرية الأولى، هم يريدوا يحلوا محلها، وهذا واضح وجلي في خطابات كل من هاني بن بريك، خطابات أحمد سعيد بن بريك، علي الكثيري، كلهم يحرضوا على القوة الموجودة، القوة الشرعية الموجودة في الوادي ليحلوا محلها. أنا أقول لك أن الإمارات تدفع بالانتقال للوصول للحدود السعودية عشان تضغط على السعودية أكثر. نعم، يعني هل هذا هو مخطط الإمارات لتفجير الأوضاع في حضرموت بحادثة اليوم برأيك؟ والله أنا لا أستبعد هذا، لا أستبعد أن يكون، لأن هذه مصالح وكل يدافع عن مصلحته، أنا لا أستبعد هذا، ولكن اللي أستغربه هو صمت الرئيس وترك البلاد مسرحا لتصفية الحسابات الخارجية الإيرانية الخليجية. ليش يا أخي؟ نحن دولة، نحن شعب، لنا كرامة، لنا سيادة، لنا لماذا الصمت هذا؟ لماذا الصمت؟ إذا كان هم لهم مصالح في اليمن، إحنا لنا مصالح، يجب أن يحترموها ويحققوها زي ما حققوا مصالحهم هم، والا فان ميزان العدل لن يستقيم اطلاقا، والبلد ستنجر الى فوضى وعصابات وما ادري ايش هذا، وما فيش حد احسن من حد، ما فيش حد احسن من حد. اذا هذول استعانوا بهذول، نحن نستطيع ان نستعين باخرين. هذا كلام نقوله بالفم المليان، ما فيش احد احسن من احد، ولا هناك وصايا علينا، نحن أحرار في بلدنا، نجيب نتحالف مع من شئنا، نعطي هذه المصلحة لمن شئنا، ولكن أن تأخذ مننا المصالح عنوة وبالقوة فهذا أمر لا يطاق، ونحن صراحة نلوم الرئيس على هذا. هل هو رئيس علينا ولا رئيس على 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 على, على الحاشي الموجودة عنده في الرياض؟ فهذا هرى، ما لم تكون الدولة موجودة وتملأ الفراغ
وتكون هي المسيطرة على كل شيء، على المعلومة الأمنية، على كل شيء، ولا فإن البلاد في الهاوية. نعم. في الهاوية صراحة، وثرواتنا بتجذب وحدودنا بتقسم، واليمن بيقسم، والله لن يصبح يمنين زي ما يقولوا، ولن يصبح دولتين، بل سيصبح إلى دويلات. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ محمد أن تبقى معنا قليلا، سأعود إليك بعد العودة للأستاذ صلاح. أستاذ صلاح، يعني يجد الأستاذ محمد أن هذا هو أحد مخططات الإمارات التي تدافع فيه عن مصالحها وعن نفسها، وأن ما يحدث في حضرموت هو خلط لهذه المصالح، وكل دولة تسعى وراء مصالحها. التحالف ليس على وفاق بالتأكيد، وبالتالي يظهر ذلك جليا على الأرض اليمنية. طبعا الخلاف السعودي الإماراتي يبدو أنه ليس استثناء فقط في اليمن، هناك خلاف في النظرة حتى مع إيران نفسها، يعني حينما التقى المسؤول الإيراني مع المسؤول الإماراتي وقالوا بعد ذلك أن القصة فقط صيادين السمك. هناك مشكلة في التعاطي السعودي الإماراتي، وانعكس جليا الآن في المشهد اليمني، ومحاولة الإمارات أن تسرق اليمن عن طريق أدواتها. لكن اسمحي لي أن أعود إلى نقطة، يعني استهداف الجيش الوطني في شبوة وفي الآن مناطق أوادي حضرموت، والذي تضرر منه ضابط سعودي كما في الأنباء، هذا يشير إلى أن هناك ضعف أصلا في حماية العناصر الأمنية التابعة للشرعية، وضعف للشرعية نفسها، يعني الشرعية ليست موجودة بالقدر الذي تحمي به نفسها. وهنا يعني إشكال كبير، إذا كانت السعودية فعلا يعني تقف مع الشرعية وتقول أنها تدعم حكومة الشرعية، والتقى نائب وزير الدفاع بالرئيس اليمني قبل أسبوع، لماذا لا تدعم الشرعية بالدعم الكافي الذي يضمن أمن الناس؟ يعني حتى المواطنين تعرضوا لأذى في مناطق وادي حضرموت، لماذا لم يتم تعزيز القوة للشرعية بحيث يحمو المواطنين ويحمو يعني القوات الشرعية؟ إذا تم حل هذه المعضلة سوف لن يكون هناك قوة من عصابات الانتقالية أو عصابات القاعدة تهدد السلم في المنطقة. أما إذا كان هناك فراغ بهذه الدرجة، ففعلا كما قال الأستاذ محمد قبل قليل أنه قد يرتد ذلك على السعودية. الأمن السعودي الآن في خطر كبير، إذا كانت صواريخ تصلهم لا يعرفون مصدرها حتى الآن وعلى وجه الدقة، يعني فكيف إذا كان كل الحدود هذه أكثر من 1000 كيلومتر يعني في مواجهة السعودية بهذه الطريقة؟ يعني أنا لا أعرف، هل القوم لا يبصرون هذا الأمر، أم أنهم يبصرون ولا يجدون حيلة؟ إذا كانوا كذلك فليقولوا يصالحوا الشعب اليمني، الشعب اليمني يستطيع أن يدافع عن نفسه. لكن الرئيس موجود في الرياض ولا يتحدث ولا يتكلم، ثم يترك الشعب اليمني هناك في المناطق شرقا وغربا يعني لقدره، يواجه قدره بهذه الطريقة. يعني هذا أمر يعني حقيقة اليمنيون يشعرون باحتراق داخلي، هناك أهل، هناك أقارب، هناك مصالح، هناك يعني دولة يبدو أنها سوف يعني تتحطم بهذه الطريقة. حينما سلمنا ملفها لجيران كان يفترض أن يحموا اليمن، فإذا بهم يعني لم يحموا لا مصالحهم ولا مصالح اليمنيين. نعم، إذا أعود إليك أستاذ محمد، برأيك ماذا عن إعلان ما يسمى لجنة التصعيد لنيل حضرموت وعزمها تنفيذ خطوات تصعيدية شعبية؟ هل لها علاقة برأيك بالمجلس الانتقالي؟ قبل شوية كان يحدثني أحد الأصدقاء الثقات يعني، فقال لي أنه إن الانتقالي ضغط على لجنة التصعيد وأنه سيكون حاضرا وبقوة يوم الأحد، وسيرفع الأعلام الجنوبية التصعيدية، وأنه ضغط على لجنة التصعيد، فحتى هناك زيادة في مخصصات ونفقات الفعالية، ضغط انتقالي قوي، فهناك شيء ما يدور في الخفاء، شيء ما يدور في الخفاء، وهناك ظهور غير عادي للانتقالي في هذه الفترة، وخاصة بعد سيطرة الجيش الوطني على شبوة وعلى شقرة والمحلات هذه، فهناك في حضور في تحرك غير عادي. فلاحظنا امس الوقفه اللي كانت في الشحر، فكانت كلها اعلام الانتقالي موجوده،
ويوم الأحد حتكون الأعلام الانتقالية والانفصالية موجودة، وكأنه في هناك سيناريو يعد لجر حضرموت إلى مربع فوضى ومربع عدم استقرار للأسف الشديد. نعم، إذا أستاذ، يعني كان هناك تصريح لوزير النقل الجبواني أن هناك علاقة أو لديهم أدلة لعلاقة الإمارات بالقاعدة وداعش، هل تتوقع أن تنشط هذه الجماعة وفق إرادة الإمارات فعلا؟ والله لا توفر لدينا معلومات دقيقة جدا في هذا المجال، ولكن العلاقة مع الانتقالي علاقة واضحة وصريحة أمام الناس يعني. والانتقالي له حضور ولديه جيش مدرب ولديه قوات أمنية وتدخل سريع وهكذا، فالعلاقة واضحة مع الانتقالي، ولكن الجماعات الإرهابية وجماعات هذا لا تتوفر لدينا معلومات، وإنما الوزير الجبواني رجل محل ثقة يعني، ولا يمكن أن يتفوه بكلام دون أدلة يستند عليها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك محمد بن علي جابر المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من حضرموت. عودة إليك أستاذ صلاح، ما رأيك حول تصريح الوزير الجبواني ومدى ارتباط الإمارات بالقاعدة وداعش وإمكانية تحريكهما وقت ما تشاء الإمارات؟ نعم، يعني هو تبخر القاعدة في المكلة بهذه الطريقة، يعني هو يطرح علامات استفهام كثيرة، يعني أين المعركة التي خرج منها تنظيم القاعدة مهزوما؟ أين المعتقلين من قادة تنظيم القاعدة وعناصره؟ أين؟ لا يوجد شيء، فقط نحن انتصرنا على القاعدة ونحن حررنا المكلة. هذا يعني شيء لا يمكن أن يعقل بهذه الطريقة. قبل أيام شاهدنا الحوثي يسلم أسرى إلى تنظيم القاعدة يعني، ويعني هذا واضح أن هناك حركة حتى للتنظيم بشكل اعتيادي داخل الجمهورية. فأين يعني تطهير حضرموت عفوا من القاعدة؟ فهنا أسئلة كثيرة، نحن كمراقبين نطرح هذه الأسئلة، لكن كمسؤول هناك الجبواني يتحدث أنه لديه أدلة، والجبواني وغيره يعني هو يعني محل الإشكال أصلا، يعني حينما جرى التمرد في عدن هو ضد الجبواني وضد الميسري وضد كل العناصر التي تملك أدلة على تورط الإمارات في جرائم. نوع هذه الجرائم الله أعلم، هناك تحقيقات لا بد أن تجرى، لكن هناك مشكلات كثيرة والواقع يؤكدها. يعني حتى الآن قبل قليل الأستاذ محمد يعني أعتذر منه يقول جيش لدى الانتقالي، الانتقالي ما عنده جيش، ميليشيا، هي ميليشيات. يعني حتى هذه الميليشيات ليست مترابطة فيما بينها بحيث أنها تشكل يعني جهة أمنية تحمي أمن المواطنين، بل عناصر أمراء حروب بعد ذلك حينما يرحل هذا السيد الإماراتي ربما يتقاتلون فيما بينهم. لذلك حتى الحضارم الآن خشيتهم من هذا الأمر، أن يتم ضم حضرموت لهذا المشروع التخريبي الذي طبخ على عجل من الإمارات من أجل مصالحها هي وليس مصالح الجنوبية. يعني هل يقل فقط أن تكون لمصالحها لا يوجد لديها أغراض أخرى؟ يعني يمضي الانتقالي والإمارات بتسويق فكرة الإرهاب والزج بحضرموت بمعارك السيطرة، لماذا؟ يعني فكرة الإرهاب هي ذريعة من لا ذريعة له، يعني أنت أخلق راية الإرهاب ثم احتل الناس، اضرب الجيش الوطني كما فعلت الإمارات تحت ذريعة محاربة الإرهاب، فهذه الذريعة فعلا يعني تجيد الإمارات تسويق نفسها حتى دوليا أنها جهة محاربة للإرهاب وكأنها القوة العظمى، بينما يعني صواريخ ربما كرتونية تصل إلى دبي لن تستطيع أن تحمي نفسها، فهذه ذريعة من لا ذريعة له. لكن الواضح والحقيقي أنها في جنوب اليمن هي تريد مصلحتها هي لا مصلحة الجنوبيين، هذا واضح. يعني الآن المكلة هي تقول أنها سيطرت على المكلة وأنها حررت المكلة وأنها يعني لا يستطيع أحد أن يقترب من المكلة. طيب لماذا السكان اليمنيون في المكلة لا ينعمون بما ينعم به أي إنسان في مدينة طبيعية؟ كهرباء، ماء، مطار، كل هذا مغلق وكله يعني يأتي بالتسول يعني، فأين مصالح الجنوبيين؟ لكن هي لديها ميناء، لديها مطار خاص ينتقل فيه أفرادها، ولديها يعني عدن
تعطل ميناءه، ولديها هناك في الحديدة أيضا تحاول أن تخلق ميناء آخر لها. فمصالح الإمارات هي من تتحقق، بينما اليمنيون دائما على الهامش. ولذلك نحن ضد مشروع الإمارات، ليس لأننا ضد أهلنا في الجنوب، نحن جنوبيون ونعرف المعاناة، لكن نحن نريد حلا يحقق العدالة للجميع، بحيث أن حضرموت تنال حقها. أنا أستغرب من خالد بحاح رئيس الوزراء الذي أتى يعني بتوافق بين الشرعية والحوثيين، يقول في بيانه وهو يتحدث يعني كان عن المنطقة العسكرية الأولى ولا بد أن تحرر وكذا، ثم يقول في النهاية نحن لن نقبل لحل في حضرموت يكون في سياق حل شمالي جنوبي، لا بد حضرموت أن تكون مؤمنة. هذا كلام جميل، لكن كيف وأنت ترى أن أجندة الإمارات نفسها تتحقق في حضرموت، حينما تسيطر الإمارات على المكلا عن طريق ميليشيات تتبع لها وتتبع بعد ذلك للمجلس الانتقالي؟ أين حضرموت؟ أين حضرموت المؤمنة؟ في الحقيقة ليس هناك مؤمن إلا مصالح الإمارات، وأنت الآن تقبل على نفسك أن تكون أداة من أدوات تطبيق هذه الأجندة الإماراتية في حضرموت. نعم، إذا يعني هناك من يرى أستاذ صلاح أن ما حدث هو استكمال مسلسل التصفية ضد القادة المعارضين لسياسة وتوجه الإمارات في اليمن، سواء كانوا يمنيين أو سعوديين، مثلا البداية من الشدادي، أحمد سيف اليافعي، جعفر صالح ومحمد صالح طماح وصالح الزنداني وغيرهم، ومن القادة السعوديين عبد الله سهيان واليوم القائد السعودي أبو نواف العتيبي. هل تتوافق مع ذلك؟ هذه أسئلة كبيرة، والمراقبين لا يستطيعون أن يتجاوزوها وهم ينظرون للشأن اليمني. يعني لماذا كل العناصر التي تحمل مشروعا مضادا أو معارضا أو متحفظا للإمارات يتم تصفيتها؟ أئمة مساجد وقادة عسكريين وسياسيين وتربويين، الكل يعني هذا صدفة؟ يعني حتى حين يقولون أن داعش هي من تقوم بهذه العمليات، يعني هي تنتقي فقط أعداء الإمارات؟ لماذا؟ هنا السؤال الكبير. وللأسف الشديد يعني اليوم الدكتور التويتي القرشي المحلل العسكري وسياسي كان يقول لقد بدأ تجريف وجودنا في حضرموت باغتيال العتيبي. هذا وارد؟ وهل ستقول السعودية بعد ذلك يعني قصفت يوم قصف الجيش اليمني؟ هل سيكون هناك وقت أصلا لقول هذه المقولة اللائمة؟ هناك فرصة الآن. نعم، يعني هو أيضا تحدث في ذات التغريدة بوجوب وقف حوار جدة وإيقاف الانتقالي أو ضرب الانتقالي بحسب عبارته، يعني أنه ضرب الانتقالي أصبح أولوية قصوى للأمن الإقليمي حتى لو تبدلت التحالفات. هل يقصد تبدل التحالفات انفراط العقد بين السعودية والإمارات؟ أكثر من كاتب سعودي قال هذه الفكرة، وفي قنوات السعودية يعني من في قناة روتانا ذكر أحد المحللين السياسيين أنه لا بد من أن ننظر ونعيد النظر في تحالفات المملكة العربية السعودية. هم أنفسهم يدركون أن تحالفهم مع الإمارات لم يجلب لهم كثير منفعة، بل عزلهم عن محيطهم الإقليمي ومنعهم من فرص في عقد شراكات مع دول يعني في العالم. فهناك مشكلة، والآن الانتقالي الذي ترعاه الإمارات يهدد أصبح السعودية. فهل من أجل التحالف مع الإمارات أدع هذه الميليشيا تتواجد على الشريط الحدودي وتهدد السعودية بعد ذلك؟ يعني بأدنى عملية حسابية سياسية لابد أن نوقف هذه الميليشيا ولو كان على حساب تحالفنا مع الإمارات. وأنا قلت مرة أنه إذا كان التحالف السعودي الإماراتي قوي لهذه الدرجة فليتحالفوا كما يشاءون في ملفات عدة، ويدعوا الملف اليمني لمن طلب الرئيس اليمني منه التدخل وهو السعودية. يتركون نحن جيران، نحن والسعودية ولدينا مصالح مشتركة، والسعودية نفسها تعترف أنه أمنها من أمن اليمن، وخطر أي انفلات أمني في اليمن هو خطر بعد ذلك على السعودية. فليدعوا الملف على ذلك، أو ليقولوا نحن لا نستطيع أن نخالف الإمارات، ويجعلوا اليمنيين يتدبرون أمرهم. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا المحلل السياسي ياسين التميمي عبر الهاتف من إسطنبول. مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك أخت آسيا وضيفك الكريم صلاح. أهلا بك أستاذ ياسين. ما هي قراءتك لما يحدث في حضرموت من وجود فوضى ووجود أيضا الكثير من الأحداث المتتالية في الأيام الأخيرة، وربما آخرها مقتل قائد التحالف العتيبي؟
بالتأكيد طبعا مقتل قائد التحالف في وادي حضرموت يشكل محطة مفصلية في سياق المواجهة التي تدور هناك لفرض النفوذ. كما نعلم هناك خطة معلنة من جانب المجلس الانتقالي، والمجلس الانتقالي هذا هو أداة سياسية من أدوات الإمارات بالإضافة إلى الأدوات العسكرية التي تتمثل في النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية والأحزمة الأمنية. هذه الأدوات الخشنة أو الأدوات العسكرية تستخدمها الإمارات أيضا في فرض مخططها للنفوذ في المحافظات الجنوبية. وأعتقد أننا اليوم أمام نوع فريد من المواجهة بين الإمارات والسعودية، بات يستهدف السعودية بشكل مباشر يعني. وهذا يعيدنا أيضا لمحاولات، ليس محاولات وإنما لتورط إماراتي في استهداف قيادات سعودية بارزة خلال الأعوام الأربعة من العمل العسكري الذي تقوم به الإمارات والسعودية ضمن تحالف دعم الشرعية أو ما يسمى بتحالف دعم الشرعية. نعم. عندما استهدف صاروخ أو عملية ثبت فيما بعد أنها مقصودة لإيقاف تحرك عسكري باتجاه تعز كان يقوده العقيد السهيان وهو عقيد في الجيش السعودي. اليوم نحن أمام عملية مشابهة تقريبا، هناك عملية كسر عظم للمحاولات السعودية الحديثة لإبقاء نفوذ الجيش الوطني في وادي حضرموت، وهو جيش مرتبط أصلا بأجندة السلطة الشرعية والدولة اليمنية. والإمارات لا تريد للدولة اليمنية أن يبقى لها نفوذ في المحافظات الجنوبية على وجه التحديد. هذا التحدي للسعودية يظهر إلى أي مدى أصبح هذا التحالف هشا وضعيفا ودخل مرحلة المواجهة على أرض الواقع، خصوصا وأن الإمارات اليوم تدعم عملية عسكرية ضد السعودية ونفوذها في محافظة حضرموت في الوقت الذي تنسحب فيه من المعركة بشكل كامل. المعركة أقصد المعركة العسكرية أصلا الكلاسيكية المواجهة لدحر الانقلاب الحوثي في المحافظة الشمالية. الإمارة انسحبت تقريبا من هذه المواجهة وبقيت تعمل الآن لدعم مخطط انفصال الشمال عن الجنوب أو انفصال الجنوب عن الشمال، وبدأته بانقلاب العاشر من أغسطس، وهو أيضا مرحلة مفصلية يشير إلى أن الإمارات بلغت في مخططها مرحلة متقدمة، وبالتالي فهي تصطدم ليس فقط مع السلطة الشرعية وإنما أيضا مع السعودية ومع مخطط السعودية ومع أولوية السعودية ومع ترتيبات السعودية. ونحن هنا ليس في وارد تبرير السعودية أو تبريرات السعودية من مخطط تفكيك اليمن، ولكن بات واضحا أن الإمارات أسرع بكثير من السعودية، وربما أربكت السعودية وأدخلتها في مأزق من خلال هذا الإسراع في تنفيذ الأجندة، أجندة تفكيك اليمن، وجر التحالف إلى مهمة مختلفة تماما عن تلك التي أعلن عنها وهي دعم الشرعية ودحر الانقلاب. نعم، إذن هناك من يقارب أيضا أستاذ ياسين حول مقتل أبو اليمامة ومقتل القائد السعودي اليوم يعني لجهر حضرموت لمربع العنف كما حدث في عدن، ما هو رأيك؟ أعتقد العملية تختلف نوعا ما يعني. مقتل القائد السعودي يأتي بنتائج عكسية تماما، قد لا يجور المنطقة إلى العنف لكن سيسمي الأشياء بأسمائها، سيجعل الجيش الوطني في حالة استنفار قصوى لمواجهة عمليات تخريبية من هذا النوع. بات واضحا للسلطة الشرعية وللسعودية أنها تستهدف تخريب يعني تجريف السلطة الشرعية بالقدر الذي تستهدف أيضا تجريف النفوذ السعودي وربما يعني تقويض المهمة السعودية، خصوصا في منطقة متاخمة للحدود السعودية. وادي حضرموت كما هو معروف قريب من الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وبالتالي هو يعتبر من أولويات المملكة العربية السعودية لاعتبارات أمنية واعتبارات اقتصادية واعتبارات كثيرة يعني. المصالح التقليدية للسعودية التي تمتد إلى حضرموت عبر عشرات من رجال الأعمال والذين يمتلكون رؤوس أموال كبيرة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي هناك ارتباط من نوع ما بين حضرموت والمصالح يعني المصالح السعودية في حضرموت راسخة. الإمارات يبدو أنها تسعى إلى تقويض هذه المصالح، لكن في طريقها إلى تقويض هذه المصالح تسعى أيضا إلى إنهاء نفوذ الدولة اليمنية، وهذا هو الأمر الخطير. أعتقد أن مقتل القائد السعودي سيعطي اليوم مبرر للقوات اليمنية التي تسيطر على وادي حضرموت لكي تتحرك أكثر باتجاه تصفية هذه العناصر الإرهابية. اليوم الإمارات تقوم بإعادة توظيف أو توجيه أنشطة الأنظمة التنظيمات الإرهابية في مهمة جديدة وهي تقويض السلطة الشرعية ومواجهة النفوذ السعودي في وادي حضرموت، لكن لا أحد اليوم يتحدث عن
عمليات إرهابية، بينما هذه هي العمليات الإرهابية اليوم، لأنها تزامنت مع عمليات أخرى استهدفت أيضا باص أو حافلة تقر ركاب في، وكانت هذه الحادثة ربما راحت ضحية هجوم كان يستهدف الريف العسكري. إذا هذا الريف العسكري القادم من الوديعة ما نوعيته، ما هويته؟ لا شك أنه سعودي، أو على الأقل تشرف عليه المملكة العربية السعودية. بتنا أمام عمليات تستهدف النهوض العسكري السعودي. هل يريدوننا أن نصدق بأن المجلس الانتقالي بات من القوة والنفوذ بحيث يتبنى عملية عسكرية ضد السعودية التي تؤمن لهذا المجلس الانتقالي وجودا حقيقيا في عدن، أو على الأقل أوقف الجيش الشرعية حتى لا يتقدم باتجاه عدن؟ نعم. أي قوة هذه التي يمتلكها المجلس الانتقالي؟ نعم. دعني أحدثك عن هذه النقطة بالذات، يعني مدى ربما صمت السعودية ودعمها لما حدث بطريقة أو بأخرى. ولكن بعد أن أسأل الأستاذ صلاح برأيك، يعني بعد كل ما حدث من الإمارات، هل باتت أوراقها مكشوفة أمام العالم برأيك؟ يعني أكثر من كذا انكشاف ما هو هناك عمل ضد الشرعية اليمنية، وهناك اختلاف مع قائد التحالف العربي في اليمن، فأكثر من هذا انكشاف لا يوجد. واللي يضايقني أكثر أن هناك عناصر يعني مقيمة في الإمارات وتعلن يعني أنها مع هذه عمليات القتل والانفلات الأمني في جنوب اليمن. هنا هاني مسهور يقول حرب الكمائن لابد أن تستمر في شبوة، يعني هكذا يضع عنوان أنه لابد أن تستمر وهي تؤتي أكلها. يعني هو يحرض الآن على عمليات قتل ضد العناصر، فلماذا لا نضع هذه العملية التي استهدفت الجيش السعودي بأنها مواجهة الآن واضحة بين الإمارات السعودية؟ لأنه هذا يعني شخص موجود داخل أبوظبي، والمجلس الانتقالي أصلا سلاحه من الإمارات، فهنا انكشاف واضح. وللأسف الشديد غياب التصريح الرسمي هو ما يجعل هذا الأمر لا يدام بشكل الكافي، سواء من السعودية أو من الشرع. عند هذه النقطة اسمح لي أعود للأستاذ ياسين. أستاذ ياسين، موقف السعودية التي تشل وتضرب في من قبل الإمارات موقف مستغرب، يعني لا يوجد لديها تصريحات رسمية على ما حدث، مواقفها ليست واضحة، وهناك توجه ربما أصبح مكشوفا للكثير بضرب السعودية من قبل الإمارات. السعودية مربكة، وتعرفون أنها واجهت عملية عسكرية خطيرة استهدفت صلب اقتصادها الوطني وقلبها النابض في شرق المملكة، واستغرقت وقتا لكي تتحدث عن مصدر الهجوم. هذه من نوعية العمليات المربكة والمحرجة جدا، والتي تحتاج إلى التأني في تحديد المواقف، وإلا لكانت السلطة الشرعية والسعودية سارعت لتحديد أو على الأقل توصيف ما جرى في وادي حضرموت، خصوصا وأن الضحية ليس شخصا عاديا، فهو قائد التحالف العربي في وادي حضرموت. أعتقد لحساسية العملية ولحساسية الهدف أيضا استدعى الأمر هذا النوع من التروي، لكن في نهاية المطاف لا بد من توضيح، لا بد من موقف يوضح ما الذي حدث ولما استهدف. طبعا جرى ضخ منذ حدوث العملية، ضخ معلوماتي كبير حاول يوضح بأن ما حدث هو أن مقتل هذا القائد جاء عرضيا أثناء عملية تفكيك عبوة ناسفة، وهذا أمر غير مقبول، لأنه لا يمكن لقائد عسكري بهذه الرتبة العالية أن يذهب لتفكيك عبوة ناسفة. لكن التصريحات الدقيقة تقول أنه كان على رأس مهمة عسكرية، أي أنه كان يقوم بعملية مواجهة مباشرة مع عناصر تخريبية إرهابية في وادي حضرموت، وهذه العناصر لا شك أنها تعمل ضمن الأجندة الإماراتية ومتصلة بشكل أساسي بالمجلس الانتقالي. وبالتالي نحن أمام معركة اليوم، معركة ضحاياها باتت بهذا القدر من الأهمية والتأثير، ولا شك أن الموقف السعودي سيتضح، لكن هذا الموقف ربما يكون موقف مشترك، خصوصا وأن الساحة هي تجسيد واضح لنفوذ مشترك بين قوات السلطة الشرعية والقوات السعودية التي تعمل في وادي حضرموت. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين التميمي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. عودة إليك أستاذ صلاح. نعم. ربما حاول الأستاذ ياسين توضيح موقف السعودية وسبب صمتها، ولكن ماذا عن الشرعية التي تعد ربما حضرموت آخر قلاعها الشرعية؟
يعني هناك صمت أيضا مستغرب، وربما يعني هو معتاد بمعنى أصح. كثير من العمليات مرت على الشرعية ولم تبدي ساكنا، ولكن هذه المرة هل سيستمر؟ نعم. طبعا هناك عملية أيضا كبيرة في حجمها ونوعها، حينما استهدف مجلس النواب في سيئون. نعم. هناك طائرة بدون طيار استهدفت مقر المجلس وصدتها المضادات السعودية، وحتى الآن لم يكشف من يقف خلفها، بل أن المحافظ كان يقول أن هناك يعني زوايا في هذا الملف لا يمكن الإفصاح عنها الآن. فهل هذا الأمر، هذه الزوايا هي نفسها الموجودة في استهداف الضابط السعودي؟ ومتى سيتكلم الجميع؟ متى سيقال أن استهداف هذه الشخصيات أو هذه العناصر الأمنية هو يأتي في التوازي مع استهداف الدولة اليمنية، مع الرغبة في تقسيم اليمن، مع الرغبة في تشريد أهله، مع الرغبة في أن تكون يعني أن يكون اليمن أشلاءً كمواطنين وأجزاء كوطن، ثم يكون هناك لدينا عدل لاند تحافظ فيها الإمارات على مصالحها والميناء ونحو ذلك. هنا لا بد من حديث، واليمنيون وهم يراقبون هذا المشهد حقيقة كانوا يقفون مع الشرعية بشكل كبير، الذين يؤمنون بمشروع الدولة، لكن حينما تغيب الدولة ويغيب التحالف عن التعليق الصحيح والواضح فيما يحدث في البلاد، سوف يكون هناك يعني ردود فعل قد لا تكون يعني مناسبة حتى للمشروع الوطني. ولكن ما باليد حيلة، يعني الآن هناك استهداف يهدد أمن المواطنين، فما هو العمل الآن حينما تتم هذه العمليات وحرب الكمائن كما يسميها نيمسور وغيره من الأدوات الإماراتية؟ يأتي في سياق الحديث أنه لابد من تحرير حضرموت، وسوف تكون هناك وقفات واستنساخ ما جرى في عدن. طيب وجدنا عدن، وجدنا اقتحام البيوت، يعني الاغتيالات، قتل الأب أمام طفله، القتل حتى بالسكاكين، ذبح الناس، يعني سلوك هو سلوك الدواعش وسلوك المتطرفين. إذن ما هو الحل برأيك؟ ربما أنت سألت ما هو العمل، عمل فعليا، يعني ما الذي يمكن عمله تجاه كل ما يحدث؟ لابد على الدولة التي يعني انتخبها الناس وجعلوها هي الممثلة لهم أن تبدأ في البحث عن حلول لما يجري. هذا الارتهان للتحالف العربي بهذه الطريقة يعني هو يضعف من شرعيتها ويجعلها جسدا بلا روح، وكأنه تمثال الشمع الذي يشاهده الناس يشبه هادي وليس هو بهادي. لماذا لا يتحرك لصنع تحالفات جديدة، للبحث عن مساندين دوليين؟ هناك كثير من دول العالم تريد ربما مساعدة اليمنيين، ولكن الرئيس هادي هو من يحاصر نفسه، وهو حتى ربما من يعمل ضد نفسه. نعم. وهذه مشكلة. إذن شكرا جزيلا لك الإعلامي صلاح بابقي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله.